يا مرحبا بحلقة جديدة من يوميات اليورو وحديث عن مباراة انجلترا واوكرانيا في ربع نهائي كأس اوروبا 2020. المنتخب الانجليزي حقق فوز عريض باربعة اهداف مقابل لا شيء على منتخب اوكرانيا اللي بصراحة حرام يوصل لهذا الدور. يعني كلنا بنعرف انه اوكرانيا تأهلت من الدور الاول بالصدفة وهي مش عارفة، وبعدين لعبت الدور نصف دور 16 امام المنتخب السويدي ويعني فازت عليه بهدف الدقيقة 120 بعد عرضتين ل فورسبرغ. فيعني الامور شوي مش ما كانت تستحق اوكرانيا الوجود بهذا الدور، وبصراحه افسدت الدور ربع النهائي، وجودها افسد الدور ربع النهائي لانه ما قدمت اي شيء يذكر، حتى ما كان عندها رغبه انها ترجع بالمباراه ولا انها تحاول ولا انها تسكر ولا انها شيء. فرق الكواليتي كان واضح ما بين انجلترا واوكرانيا لصالح المنتخب الانجليزي. انجلترا قدمت مباراه استعراضيه، اقل ما يقال عنها انها استعراضيه. تسجل الهدف الأول مبكرا، هذا الهدف فسح المجال أمام أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. وعندي تعقيب على الهدف الثاني اللي سجله هاري كين. اللي صنع الهدف الثاني كان لوك شو، ولوك شو هون وجه رسالة خطيرة جدا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اللي انتقد تنفيذه للكرات الثابتة وخصوصا الركنيات والأخطاء اللي ممكن يرفع فيها الكرة، وأثبت أنه هو لا قادر أنه يرفع الكرة وقادر أنه يسجل أهداف وقادر أنه يصنع أهداف عفوا بالشكل المطلوب، وبالتالي وجه رسالة قوية جدا لمورينيو صراحة يعني سكت فيها كل الانتقادات اللي تعرض لها خلال الفترة الماضية. إنجلترا بعد ما سجلت طبعا الهدف الثاني والثالث صار يبدل ساوثغيت، صار يعمل تبديلاته الطبيعية لحتى يعطي فرصة لعيبة تلعب تبين حالة، يريح لعيبة آخرين لمباراة دور نصف النهائي لأن المباراة انتهت وواضح أن أوكرانيا مش ناوية ترجع ولا مفكرة بالموضوع أساسا. إنجلترا طبعا بس للمعلومات دخلت مباراة 2-3-1، بالمقابل منتخب أوكرانيا دخلت 3-5-2. إنجلترا كانت بالحالة أوكرانيا عفوا بالحالة الدفاعية كانت 4-5-1، بعدين تغيرت الخطة مع تغيير قلب الدفاع اللي تبدل، وبالتالي أوكرانيا كان فريق يعني واضح أنه هو داخل مستسلم على المباراة. بالمقابل انجلترا قدمت الأداء المطلوب منها، أهم شيء أنه هاري كين سجل، استعاد الثقة بنفسه بعد ما سجل هدف أمام ألمانيا. شفنا هاري كين جديد، هاري كين فعال، هاري كين قادر يسجل أهداف وقادر يقدم مباريات جيدة. لازم نشيد أيضا برحيم ستيرلينج، رحيم ستيرلينج اللي قدم مباراة كبيرة، بطولة مميزة لرحيم ستيرلينج، إعادة الثقة لجمهور السيتي وجمهور المنتخب الإنجليزي بهذا اللاعب، وبالتالي كان أداء ممتاز جدا من جانب المنتخب الإنجليزي بشكل عام. ما في أخطاء، إنجلترا لعبت بدفاع عميق بداية، سكرت المساحات لتحرم أوكرانيا من إيجاد أي مساحات ممكن تعتمد فيها على السرعة، وبعد ذلك بلشت تضغط عالي شوي أو ضغط متوسط بعد ما صار الخطأ بالتمرير واللي كان راح يكلف المنتخب الإنجليزي هدف لولا تدخل بيكفورد. أما المباراة الأولى باليوم فكانت بين الدنمارك والتشيك. الدنمارك طبعا كان متوقع أنه راح تحقق فوز على التشيك وتتأهل. دنمارك لعبت بإقناع، عند الأدوات اللازمة، عند القدرات اللازمة لحتى توصل للدور نصف النهائي. صراحة مفاجأة للجميع وصول الدنمارك لنصف النهائي، ولكن بالتأكيد القرعة والطريق خدمها إلى هذا الدور، وهي أيضا عند لاعبين مميزين وقدرت أنه تفرض أسلوبها على تشيك اللي بصراحة يعني ما بعرف كيف طلعت المنتخب الهولندي، ولكن اليوم ما قدمت أي شيء يذكر وطلعت بخفي حنين كما يقال، وبالتالي ما في أي رد فعل كان ولا في أي حتى محاولات حقيقية لتعديل النتيجة من جانب المنتخب التشيكي، بل أنه منتخب الدنمارك كان قادر يزيد ويسجل هدف ثالث ورابع بالمباراة. بكل الأحوال مبروك لعشاق المنتخب الإنجليزي. إنجلترا اللي راح تلعب مع الدنمارك بالدور المقبل اللي هو الدور نصف النهائي لكأس أوروبا، وبالمقابل إيطاليا راح تلعب مع إسبانيا. ألف مبروك لعشاق المنتخب الإنجليزي، ألف مبروك لعشاق المنتخب الدنماركي على قلتهم، هاردك لعشاق المنتخب الأوكراني ولعشاق المنتخب التشيكي. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من يوميات اليورو، حتى نلتقي بتحليل مباريات الدور نصف النهائي. كونوا بألف خير.